مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى نشرة الواحدة فيما يلي عناوينها. وزير التربية الوطنية يؤكد أن الانتقال إلى الطور المتوسط سيتم هذه السنة باحتساب معدل التقييم المستمر على أن يكون بامتحان تقييمي لمكتسبات التعليم الابتدائي ابتداء من السنة القادمة. اتفاقية تعاون بين مديرية التجارة بباتنا وميناء جنجن بجيجل تسهيلا لإجراءات التصدير. ومن مستغانم صناعة الأثاث المنزلي جودة عصرنة ومناصب شغل. المشتلة النموذجية بالأغواط تشجير تهيئة بيئية ومقاومة للتصحر. ومن أعالي قرية أفران بتيزي وزو صور للتضامن والتآزر والالتفاف حول حكمة النساء ومجهوداتهن في الحفاظ على اللحمة الوطنية. ومن ورقلة رقمنة المخطوط اللغوي والأدبي حماية للموروث الأكاديمي والثقافي وضمانا لسلامة نقله للأجيال القادمة. أهلا بكم من جديد. المستهل بشأن التربوي، حيث انطلقت اليوم أشغال الندوة الوطنية لتحضير الدخول المدرسي لموسم 2022-2023. الندوة التي ناقشت الإجراءات التنفيذية لحزمة القرارات الجديدة لتطوير المنظومة التربوية حضرها إطارات من قطاعي التربية الوطنية وممثلون عن مختلف المؤسسات التربوية. وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد وعلى هامش إشرافه على أشغال الندوة جدد التأكيد أن الانتقال إلى الطور المتوسط سيتم باحتساب معدل التقييم المستمر استثناء هذه السنة على أن يكون بامتحان تقييمي لمكتسبات التعليم الابتدائي ابتداء من السنة المقبلة. بالنسبة لامتحان نهاية مرحلة الابتدائي، سنذهب إن شاء الله إلى امتحان بديل ابتداء من مرحلة من السنة الدراسية المقبلة، امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي، حيث الامتحان سينظم، أقول وأؤكد أنه سينظم في السنة المقبلة وليس في هذه السنة، على أن يتم النجاح في هذه السنة باحتساب معدل تقييم مستمر، أي الثلاثي الأول، معدل الثلاثي الأول إضافة للمعدل الثلاثي الثاني والثالث تقسيم ثلاثة. في التعاون الجزائري التركي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي على أشغال ندوة علمية من جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل بالتنسيق مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل في إطار فعالية الملتقى الدولي الرابع حول الموروث التاريخي الجزائري التركي. الملتقى حضره باحثون وممثلون عن قطاعات التعليم العالي والثقافة والسياحة إلى جانب أساتذة جامعيين من مراكز تركية متخصصة في دراسة التاريخ المشترك. في الحركية الاقتصادية وضمن مساعي ترقية الصادرات وتذليل العقبات، وبعد توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية التجارة بباتنا وميناء جنجن بجيجل، نظم الفاعلون يوما إعلاميا لشرح الأطر التنظيمية والقانونية للمستثمرين. يونس لكحلديبة. حلقة أخرى هي أساس ترقية الصادرات وتفعيل التجارة الخارجية، النقل البحري وما يكتسيه من أهمية بالغة، خاصة للسلع ذات الحمولة الكبيرة والموجهة إلى الخارج، وهو ما يتطلع إليه المستثمرون بالولايات الشرقية بعد إمضاء اتفاقية بين المديرية الجهوية للتجارة بباتنا وميناء جنجن بولاية جيجل. الأيروبور بسكرا إليه مولوغي، ونتمناو باللي حتى لوبور دو جنجن يعود مولوغي بور ليكسبورتاسيون دو لادات. كما أننا سنعمل على برمجة عملياتنا القادمة من ميناء جنجن، وهذا لتوسيع وتسريع عمليات التصدير، وهذا على غرار عملية نحو أمريكا اللاتينية وبالتحديد كوستاريكا الأسبوع المقبل، وهي واحدة من بين عدة عمليات في برنامج الشركة. الهدف من اعتماد هذا النظام هو تحسين المنتوج المتواصل وتشجيع سياسة التصدير. شحنات عديدة من السلع عبرت هذا الميناء إلى الخارج،
على غرار السيراميك والتوربينات الغازية بباتنا وكذا التمور من ولاية بسكرة، على أمل توسيع وزيادة هذه العمليات. التقرب من المتعاملين متعاملي هذه المنطقة من أجل يعني إعطائهم الاستماع إلى انشغالاتهم، التواصل معهم، أن يكون هذا التواصل تواصل دائم من التكفل بجميع انشغالاتهم، إضافة إلى استفادة كل المتعاملين من تخفيضات في كل الخدمات، سواء الشحن سواء الإجراءات إلى غير ذلك. التعريف بالقدرات والهياكل التي يتوفر عليها ميناء جنجن وتقريب المصدرين من المؤسسة وكذا شرح التسهيلات والامتيازات الجمركية الجبائية والبنكية هي أهداف هذا اليوم الإعلامي. حركية اقتصادية تشهد انتعاشا محسوسا عبر الوطن بفضل سياسات الدعم والمرافقة وإجراءات رفع القيود ومنح الرخص الاستثمارية الاستثنائية. ولاية توغرت الفتية تنتعش هي الأخرى، وضمن المشاريع وحدة وسيراميكا الصناعية والمتحصلة على شهادة إيزو للجودة التي مكنت من استحداث العديد من مناصب الشغل، استثمار واعد يسهم في تغطية الطلب المحلي. نائل حليفة. بأكثر من 120 عاملا وبطاقة إنتاجية تقدر بأربعة آلاف متر مربع يوميا، تعد وحدة إنتاج السيراميك بولاية توغرت نموذجا ناجحا واستثمارا كبيرا يغطي احتياجات الولاية داخليا وخارجيا من هذه المادة. كنت بطال الحمد لله، كي دخلت لهنا لقيت روحي ما كذبش عليك، أعطوني فرصة أنه باش نخدم وباش نطور في الخبرة تاعي المهنية تاعي. الحمد لله أني عندي تقريبا 3 سنين درك، حاولت بها نبدل بصح كي قعدت هنا وشت الخدمة وشت ما كانش تعب ياسر والحمد لله. هذا الاستثمار الذي يعد قيمة مضافة لاستحداث مناصب شغل جديدة للشباب وامتداد رئيسي في إنتاج السيراميك الصحي أيضا يطمح إلى التوسع أكثر في هذا المجال. المصنع ينتج بمواصفات عالمية وبجودة كبيرة، أصلا هو أصلا معتمد على شهادة ليزو النافمئين في الجودة العالمية، وبإمكانه يعني حتى التصدير خارج الوطن. إن مثل هذه الاستثمارات الناجحة تدعم كثيرا الاقتصاد الوطني وتوجد فضاء صناعيا واسع النطاق في كبرى مدن الجنوب الشرقي. الاستثمار في صناعة الأثاث المنزلي مشروع واعد وعصري بمستغانم، استفاد من رخصة استغلال ليشغل اليوم أزيد من 200 عامل. كاميليا حموم. صالونات، غرف نوم، مكاتب وغيرها من مستلزمات التأتيت يتم إنتاجها بهذا المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية فرناكا بمستغانم. هو واحد من بين المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها القيود ودخلت حيز الاستغلال. هذا المصنع هو حديث النشأة، أنجز حديثا وكذا كما قلت تفضلت يشغل يعني شباب جزائري بإشراف يعني أجانب مجال التكوين. هي القدرة الإنتاجية عندنا هنا 51 ألف منتوج سنوي، يعني من كل من مختلف المواد المصنعة في هذا المصنع. القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية قرارات يعني هامة وسوف يعني تساعد المستثمرين. فريق متخصص يعمل على تطوير التصاميم بطريقة عصرية لتقديم منتوج متميز يرقى إلى طموح المستهلك الذي يبحث عن الجودة والنوعية. التصميم ما يكونش فقط في على الحاسوب ويتحقق، انه من نشوفوه من الحاسوب ونشوفوه على الحقيقه، وهذا هو الشيء الجميل اللي حبيته في الشركه، انه ما كانش حدود للخيال. وتلبيه للطلب المحلي ينتج هذا المصنع اكثر من 2000 وحده من الابواب والنوافذ باستخدام تقنيات جد متطوره. كل شيء متطوره، هذه كل متطوره، وحتى اللي منها مازال فريق بروجي الزوج ثاني باقي واحد 10 ايام ويبدا ان شاء الله بربي، ثاني ماشيين اكثر من هادو. متواجد لدينا كمان الالات الحديثه والتكن المتطوره اللي بتساعدنا على الانتاج بالنسبه للتقطيع للمونتاج للالات الحديثه اللي متطوره، ويضم تقريبا هلا موجود عندنا تقريبا شي 200 عامل.
تدليل العقبات وتوفير مناخ استثماري مناسب للمتعاملين الاقتصاديين سيسهم في تنويع المنتوج المحلي وتوفير مناصب شغل وكذا إنعاش الاقتصاد الوطني بعيدا عن المحروقات. حركية اقتصادية ترافقها جهود متواصلة لإدماج الشباب في مناصب الشغل، حيث استفاد 385 شاباً من حاملي الشهادات من عملية الإدماج بولاية تلمسان. مختار مذكورة. الشابة ريد الحفصة ماستر في العلوم القانونية دخلت إلى الحياة العملية كمتصرفة إدارية بدار الشباب الأخوة جرار بتلمسان ليحهد إليها مهمة التنشيط الإذاعي عبر كافة دور الشباب الموجودة بإقليم الولاية. كنت عاملة في إطار عقود ما قبل التشغيل لمدة 10 سنوات تمنوا هذا الخطوة اللي قامت بها الدولة الجزائرية. شكرا رئيس الجمهورية على هذه المجهودات اللي دارها ودمجنا في هذا الإدماج. الحمد لله شكرا لله يا ربي بعد معاناة 12 سنة من 2010 وحنا في عقود ما قبل التشغيل. حق بعد سنوات عديدة من المعاناة تاع العقود ما قبل التشغيل الحمد لله يعني صبرنا والحمد لله تم الإدماج. يعني حال حفصة كحال أزيد من 500 شاب بتلمسان ممن استفادوا من عقود في إطار جهازي الإدماج المهني وحاملي الشهادات. عدد المستفيدين هو 522 مستفيد الذين تم إدماجهم فعليا 387 والمتبقى المناصب موجودة وسوف يتم إدماجهم عن قريب. في ولاية تلمسان بلغنا إلى حد الآن 38% تقريبا من المدمجين على المستوى المعنيين بالإدماج 38%. هذا سيسمح إن شاء الله بدخول الميزانية الجديدة بإدماج عدد أكبر مواصلة الجهد المبذول في هذا المجال. هذا وستتواصل عملية إدماج الشباب تلمسان لتشمل كافة القطاعات والهيئات العمومية. في أحوال الطقس أمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات وسط البلاد حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. النشرية التي تمتد إلى غاية الثالثة زوالا مصنفة في خانة برتقالي وستخص ولاية شلف عند فلات بازا الجزائر العاصمة البوليدة بومرداس تيزي وزو المدية والبيرة. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار على مستوى هذه الولايات ما بين 20 و40 مليمترا وتكون مصحوبة برياح قوية ورعودة. تقلبات جوية تستدعي المزيد من اليقظة والحذر في الطرقات، وللتحسيس بخطورة الإفراط في السرعة وضرورة احترام قانون المرور نظمت المندوبية الوطنية لأمن الطرقات حملة توعوية لفائدة سائقي حافلات النقل العمومي بمحطة الخروبة بالعاصمة من العبديشة. حافلات كانهم في سباق نخافوا على رواحنا دي فوا نقعدوا نشاهدوا الطريق ديما تلقاي فيها الدونجي الانسان يكون واعي وصاحي. انا مسؤوليه كبيره نعمي مسؤوليه راني هز 50 دراس معايا وخل 50 هذه كل واحد عنده 10. عدم احترام قوانين المرور والتهاون في تطبيقها أحد أهم العوامل التي أدت لارتفاع حوادث المرور الخاصة بحافلات النقل العمومية، وللحد منها حملة تحسيسية لفائدة السائقين انطلقت بمحطة كبار معطوبي جيش التحرير الوطني بخروبة العاصمة. لازم الإنسان يحذر يمشي بعقله ولازم الاكسبيريونس هاني راهي تلعب دور. الحمد لله انا راني 50 سنه في الميتي هذا. ضروره احترام قوانين وتنظيمات سيره المفعول فيما يخص المتعلقه بالسلامه المروريه وكذلك خاصه تفادي الافراط في السرعه والمناورات الخطيره. إحصائيات وأرقام السلطات المعنية مخيفة، ولتجنب هذه الحوادث وما ينجر عنها اكتساب ثقافة التبليغ عن السياقة الخطيرة الحل الأمثل. الحوادث التي يقوم بها مركبات نقل الأشخاص هي تحتل المرتبة الرابعة بعد المركبات الخفيفة ومركبات نقل البضائع والدراجات النارية بنسبة 4.05%. نؤكد أيضا بأن السائق الاحترافي يجب أن يكون في مستوى التطلع بكل القواعد وضوابط السلامة المرورية حتى نتفادى حوادث المرور. يعني حاصلة سجلت منذ بداية السنة في وفاة 275 شخص في مكان الحوادث وإصابة أكثر من 9000 آخرين. ثقافة التبليغ ستحد من هذه السلوكيات. لما نتحدث على أنه سائق اللي يخاف أنه يتم توثيقه بمقطع فيديو فيخسر منصب عمله أو حتى يعاقب،
وفي الطرف الآخر نلاحظ أن السلطات الأمنية كذلك تستجيب لمقاطعنا ولمنشوراتنا ولتبليغاتنا التي هي لسان المواطن البسيط. تحلي سائقي الحافلات بروح المسؤولية ووعيهم بخطورة تجاهل القوانين الحلقة الأهم لحماية حياتهم وحياة المسافرين. في تجربة هي الأولى من نوعها بالجنوب، مشتلة بقدرة 3 ملايين نبتة من مختلف الأنواع تسهم في عملية التشجير والتهيئة البيئية ومقاومة التصحر فؤاد حمانية. مشتلة بقدرة إنتاج تفوق 3 ملايين شتلة كمشروع هو الأول من نوعه بمنطقة الجنوب، وبالضبط بمنطقة تجمود بمزرعة كاسدا، فرع من فروع المشاريع الفلاحية لمؤسسة كوسيدار. تحتوي هذه المشتلة على عدة أنواع من الشتلات المهمة للمنطقة وللإنتاج الأعلاف والتهيئة البيئية وحتى تثبيت التربة ومقاومة التصحر. المشتلة هذه مشتلة فاتية تحتوي على 3 هكتارات بمعدل 3 ملايين شتلة، تحتوي على 15 عامل منهم مهندس زراعي. محابس كما هذاك شوف شكل محبس يحتوي على 2000 شتلة، نقلوا منها تحق حتى 5000. سا ديبون دوك على حساب الساشي المشتلة شحال تخرج من شتلة. إنشاء هذه المشتلة الكبرى يعد مكسبا محليا ووطنيا لإعادة الاعتبار للمساحات الخضراء والغطاء النباتي وحتى الخضروات وأشجار الفواكه. الهدف تاعنا من إعادة إنشاء هذه المشتلة أولا نركزوا على الشتلات الغابية، الحاجة الأولى أننا الفائدة تعود على المزرعة أولا. علاش المزرعة؟ خصوصا وأننا رايح ننطلق في عملية تربية المواشي، وعدنا مرعى يتربى على مساحة 1000 هكتار. معناها الخطوة الأولى إن شاء الله نعود إعادة تشجير هذا المرعى، على أساس إعادة تشجير هذا المرعى بنباتات علفية، قطف مثلا، الشيح، الحلفة، الميديكاغو تقريبا هذوما، حتى نحدوا من التصحر. نحاول في المشتلة في المستوى البعيد حتى تلبية طلبات الفلاحين مثلا، البلديات بالأجر. معناها عندك شغل هنا مشتلة معناها موديل. وتأتي هذه المشتلة النموذجية أمام النقص الكبير في الاستثمار في مثل هذه المشاريع الفلاحية. في الذاكرة التاريخية، إخواني لا تنسوا الشهداء، شعار وقفة خاصة بشهر الشهداء نظمها متحف المجاهد بالتنسيق مع قناة الذاكرة وجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية. الوقفة التي حضرها ثلة من المجاهدين وشخصية وطنية بالإضافة إلى أشبال وشبلات قدماء الكشافة، قدمت خلالها شهادة حية وعرض فيلم وثائقي حول شهداء مرسى. في النشاط الحزبي، دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي الأول لمنتخبي ولايات الوسط، دعا إلى ترقية الاستثمار من خلال المبادرة الجادة والمسؤولة بعيدا عن التعسفات البيروقراطية. حركة البناء الوطني تجدد اليوم وقوفها مع رجال الأعمال النزهاء، رجال الأعمال الذين لم تتلطخ أيديهم بسرقة الخزينة العمومية، رجال الأعمال الذين ساهموا في إنشاء مناصب عمل، رجال أعمال الذين ساهموا في التنمية الوطنية، وندعو لتحرير حقيقي للاستثمار. وخلال لقائه مع رؤساء المجالس البلدية والمنتخبين المحليين بالعاصمة، أكد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش على الدور المحوري للمنتخب المحلي في تسيير الشأن المحلي. قدمتم إلى جانب كل المناضلات والمناضلين الصادقين وإلى جانب كل الجزائريات والجزائريين الشرفاء دروسا في الصمود وضبط النفس، وكنتم كما كان شعارنا خلال هذه الانتخابات الماضية متصفين بالالتزام وبعد النظر، ويجب أن نعمل على تكريس
هذا المبدأ في تسييرنا للجماعات المحلية وتسييرنا للحزب. دوليا وفي الشأن الصحراوي، أكدت المشاركة في الندوة الرقمية حول انتهاكات قوات الاحتلال المغربي في حق المرأة الصحراوية في الأراضي المحتلة بجنيف أن كل الاعتداءات وغيرها من الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال في حق النساء الصحراويات كانت ذات خلفية سياسية وعرقية. وعرض اللقاء الذي نظم على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمشاركة ناشطات صحراويات من ضحايا العنف المغربي عرض شهادات حية عن واقع المرأة بالأراضي المحتلة من أمثال الناشطة سلطانة خيا. في تطورات الوضع بأوكرانيا، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجنب مواجهة مباشرة بين قوة حلف الشمال الأطلسي وروسيا، فارضا في المقابل قيودا تجارية جديدة على موسكو في وقت تواصل فيه وحدات الجيش الروسي انتشارها وتطويقها للعاصمة كييف. ناصر بدر وتفاصيلها. في اليوم 17 من العملية العسكرية الدفاعية الروسية، تواصل وحدات الجيش الروسي انتشارها وتطويقها للعاصمة كييف، حيث تحتدم المعارك على عدة جبهات، في وقت يؤكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات بين بلاده وكييف، مشددا على أن العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها على روسيا على خلفية العملية الدفاعية الروسية في أوكرانيا تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية، تزامنا مع فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو، حيث أعلن الرئيس جو بايدن في خطوة أخرى استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية، متعهدا في الوقت ذاته بتجنب مواجهة مباشرة بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا. يحدث هذا في وقت يتزايد فيه عدد النازحين من أوكرانيا للدول المجاورة بشكل يومي، حيث لامس 2.5 مليون نسمة لحد الآن حسب آخر إحصاء للأمم المتحدة. وفي هزات ارتدادية للأزمة الأوكرانية الروسية، سجلت الأسواق الآسيوية أمس تراجعا متأثرة بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما، بينما بدأت أوروبا بالمقابل جلساتها على ارتفاع في وقت تتجه فيه الأنظار الأوروبية إلى ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل. في الرياضة، وضمن تصفية رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يواجه اليوم ممثل الجزائر الثاني فريق وفاق سطيف نظيره أفسي أمازولو من جنوب إفريقيا بملعب 5 جويلية، وذلك لحساب الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات. ولحساب المنافسة نفسها، وضمن المجموعة الثالثة، فاز أمس شباب الوزداد على ضيفه جوانينغ جالاكسي من بوتسوانا بنتيجة 4 أهداف لهدف واحد. رياضة دائما تتواصل، واليوم مباريات الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يستقبل أمل الأربعاء شبيبة القبائل، في حين يستضيف النصر حسين داي أولمبي شلف. وفي افتتاح هذه الجولة انتهى اللقاء الذي جمع أمس بين اتحاد بسكرة واتحاد الجزائر بالتعادل السلبي 0-0. شكل موضوع المخطوط اللغوي والأدبي في الجزائر وفي دوره في معرفة ودوره في حفظ المعرفة ونقلها إلى الأجيال، شكل موضوع ملتقى افتراضي بجامعة ورقلة بالتنسيق مع جمعيات من ولاية غردايا مهتمة بصيانة ورقمنة المخطوط لتوسيع المعارف الأكاديمية وتفعيل سياسة البحث العلمي في ميدان اللغة والأدب. منصور صباح. إذا كان المخطوط وعاء للمعرفة والعلوم، فإن حفظه للأجيال مهمة نبيلة تحملتها بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية من ولاية غردايا من خلال البحث والتحقيق إلى الفهرسة والرقمنة. لدينا لحد الآن وصلت المؤسسة إلى الفهرس 21، يعني كل فهرس يقابله خزانة ولا خزانتين،
من بين الإجراء يعني هذه الفهارس تم إنجازها بطريقة أكاديمية علمية متقنة. رانا في حدود رقمنة عدد مهم جدا 13,000 مخطوط، هو جزء من وعاء يغطي هذا المخطوط الموجود في المنطقة. التصوير الرقمي للمخطوط ونشره عبر وسائط إلكترونية ليكون في متناول المحققين كان له الأثر الإيجابي على الوسط العلمي والأكاديمي. لماذا رقمنة المخطوط إلكترونيا؟ لأنها هي الآن الوسيلة الوحيدة التي تضمن له الانتشار الواسع عبر العالم، لأننا نريد أن نخرجه من الضيق أو من المكان الحيز الضيق إلى المكان إلى الفضاء إلى العالمية. فالمخابر من خلال يعني سياسة البحث العلمي والانفتاح الجامعة على المجتمع تقدم هذه الخدمة. هناك رصيد رقمي موضوع للباحثين من أجل يعني دراسة وتحقيق التراث الجزائري والتعريف به. المخطوط رافد مهم في حفظ التاريخ والتراث، والاعتناء به هو صون للذاكرة الجماعية. ونختم بالتفاتة لعامدات بلدية ترمتين بقرية أفران بأعالي ولاية تيزي وزو، حيث كرمنا نظير مجهوداتهن وتضحياتهن خدمة للوطن. هن مثال للمرأة الجزائرية المثابرة، تقول ليلى محمد محدودة. اعترافا بالجميل وتقديرا لما قدمناه لفائدة سكان قرية أفران بأعالي بلدية ترمتين بولاية تيزي وزو، جمعية تسدات الخالات تكرم عامدات القرية في صور من التكافل والتلاحم الاجتماعي. سادة غير اللي نسادة هكذا، ولا العادي نسادة ما كتقضك انا نزدم دي صغارا نصدغ ناما انسموار داروا لنا ما كتقاضك عندنا ويصاي صغارنا في زوار انت عندنا ويا ما نسي قلب قزراون عند لنا هني دناوي اما كتقاضك انا النار بغارو انت نهي القرار يرقزن انت وهن قرار الهوا رقص هذا مطوط اما انا غادي في كاربيد هنا غير الجزائر. المراه القبائليه لا مثيل لها في التحدي والالتفاتة الطيبة التي قاموا بها تجاه هؤلاء النساء جداتنا أمهاتنا، إذن التفاتة طيبة تراوينا كي مسكي كي تقيم دوش و تنتدي تفكرنا كي من بعد ني غاسي غاجر و تنتد نجمع اسمت نخدم لوماج خدمه الكيرا خدمه ربنت الدار و نسنت سرحي في خدمه الخراوي سرحي في دار بنت الدار و نسنت ما انا فوند واي فوند طبيب واي فوند جونيور وكل يوم دشو دي الله يبارك في السن. عام بعد عام لا تزال هذه الجبال الشامخات في كل قرية أو دشرة شاهدة على روح المرأة الجزائرية المكافحة والمناضلة والمضحية حبا للأبناء وفداء للوطن. نساء يستحقن كل التقدير والتحية. إلى التذكير بالعناوين. وزير التربية الوطنية يؤكد أن الانتقال إلى الطور المتوسط سيتم هذه السنة باحتساب معدل التقييم المستمر على أن يكون بامتحان تقييمي لمكتسبات التعليم الابتدائي ابتداء من السنة القادمة. اتفاقية تعاون بين مديرية التجارة بباتنا وميناء جنجن بجيجل تسهيلا لإجراءات التصدير. ومن مستغانم صناعة الأثاث المنزلي جودة عصرنة ومناصب شغل. المشتلة النموذجية بالأغواط تشجير تهيئة بيئية ومقاومة للتصحر. ومن أعالي قرية أفران بتيزي وزو صور للتضامن والتآزر والالتفاف حول حكمة النساء ومجهوداتهن في الحفاظ على اللحمة الوطنية. ومن ورقلة تابعنا رقمنة المخطوط اللغوي والأدبي حماية للموروث الأكاديمي والثقافي وضمانا لسلامة نقله للأجيال القادمة. إلى اللقاء.